أتاحت وزارة العدل الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ إجمالي البنوك المتاحة 17 بنكا محليا وأجنبيا مرخصا من البنك المركزي السعودي. وأكدت العدل أن التوسع في إجراء الخدمة عبر البنوك الجديدة يهدف إلى خدمة أكبر عدد من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية، وذلك في عملية إلكترونية متكاملة عبر بوابة ناجز. واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونيا أن يكون الطرفان سعوديين ولدى كل منهما حساب مفعل في أبشر. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف المشرف العام على تشغيل أنظمة الثروة العقارية في وزارة العدل المهندس فواز الصميل. حياكم الله مهندس فواز. يعني 17 بنكا، يعني كانت العملية مقتصرة منذ أشهر على عدد محدود من البنوك، والآن ما شاء الله أصبح العدد كبيرا، يعني ويبدو أن هناك يعني تسارعا كبيرا في مسألة التحول الرقمي في وزارة العدل. مرحبا أخوي عبد الله، حياكم الله جميعا وأسعد الله مساء جميع المشاهدين. نعم صحيح، خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني هي خدمة رئيسية معنية بنقل الملكية العقارية بشكل إلكتروني بالكامل بين البائع والمشتري وبدون أي تدخل بشري. طبعا يمكن للجميع ممن يرغبون بنقل الملكية أن يقوموا باستخدام الخدمات التي تعمل بشكل متواصل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ولا تتطلب لأي زيارة أي جهة موثقة أو أي مكان آخر. طبعا الجديد في هذه الخدمة هو إتاحة إمكانية إتمام الصفقات العقارية مع عدد إضافي من البنوك مثل ما ذكرت، وذلك لدعم شريحة أكبر للمستفيدين وتحقيقا لهدف الخدمة اللي هو أن الخدمة هذه تكون هي المسار الرئيسي لنقل الملكية العقارية. نعم. مهندس فواز، يعني طريقة استخدام هذه الخدمة تمر عبر عدة نقاط، هل يمكن أن توجزها لنا؟ صحيح، طبعا الخدمة تتم عن طريق نظام ناجز، تبدأ عن طريق البائع حيث يدخل البائع على النظام وتظهر له الصكوك والعقارات التي يملكها، ويتم تحديد العقار، ثم تتابع بعض البيانات مثل المشتري وقيمة الصفقة. بعد ذلك يأتي دور المشتري بتحويل قيمة الصفقة إلى حسابات وزارة العدل الوسيطة. بعد التأكد من إتمام العملية يتم تحويل المبلغ إلى البائع ونقل ملكية العقار إلى المشتري. وشرط أن يكون البائع والمشتري سعوديي الجنسية ولديهما حسابات مفعلة في أبشر. ولكن نود يعني أخيرا يعني وباختصار يعني بعض الأرقام، إن كانت تتوفر لديكم بعض الأرقام التي أنجزت في هذا المجال. صحيح، حتى الآن ولله الحمد وصلت قيمة التداولات في الخدمة إلى 8 مليار ريال سعودي. من متى إلى متى يا مهندس فواز؟ هذا من العام الماضي، يعني خلال سنة 8 مليار؟ أكثر من سنة. تفضل. ووصل إجمالي طلبات الإفراغ أكثر من 40 طلب إفراغ عقاري إلكتروني. المهندس فواز الصميل المشرف على تشغيل أنظمة الثروة العقارية في وزارة العدل، شكرا جزيلا لك.